في صفقة مدوية تؤكد نوايا فريق باريس سان جيرمان الموسم المقبل، أكدت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة النادي الفرنسي توصلت إلى اتفاق رسمي مع نظيرتها من ريال مدريد بخصوص تحويل المهاجم أنخيل دي ماريا مقابل قيمة مالية قدرها 60 مليون يورو. رئيس البي اس جي الخليفي التقى نظيره من النادي الملكي فلورنتينو بيريز يوم الجمعة الماضي، وتفاوض سويا على صفقة الأرجنتيني الذي سيوقع رسميا ويقدم إلى وسائل الإعلام بعد نهاية كأس العالم.